إذن مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى لقطات حية حيث يلقي البابا توادروس الثاني هذه الكلمة. فإلى هناك. السنة اللي فاتت والمقابلة دي كانت أول مقابلة من 1000 سنة، روسيا مسيحية عمرها 1000 سنة. فكانت خطوة كبيرة. ففي المقابلة دي اتقدم وقال له عايز وفاة القديس نيقلاوس. القديس نيقلاوس عندهم يعني درجة عالية جدا خالص، لدرجة صدقوني آلاف مؤلفة واقفة في الشارع من 8 الصبح لغاية 8 بالليل عشان تاخد بركة الرفات. واقفين الصبح كان حر جدا، وفي الظهر بقى شتاء جدا والناس واقفة، وكبار وصغيرين ورجالة وستات وولاد وبنات وشباب وشابات، واقفين بمنتهى النظام، واقفين. المهم كانوا بياخدوا بركة القديس ويتدايوا الاثنين. وكان في احتفالات بقى كبيرة قوي في روسيا. في الاحتفالات دي حضر فيها الأسقف الكاثوليكي اللي كان عنده الرفات دي، اسمها باري في إيطاليا. فده عمل زي كونتاكت يعني ما بين الكنيستين. يوم تسليم الجائزة اللي هو يوم الثلاث الصبح، كنت في زيارة مع الوفد القبطي اللي كان ويانا. كان ويانا نيافة أنبا سرابيون ونيافة أنبا كيرلوس ميلانو ونيافة أنبا أنجيلوس إنجلترا، ومعانا نيافة أنبا مقار ونيافة أنبا بافلي ونيافة أنبا جبريل كانوا ويانا في الزيارة دي، وأبونا أنجيلوس طبعا. الصبح استضفنا البطريرك وقعدنا قعدة طويلة جدا، وتكلمنا في حاجات كتيرة وتناولنا لقمة الغداء ويا بعض، وكان على الغداء في كلام كتير. وبعدها بعد الظهر كانت الحفلة، حفلة إسلام الجائزة. كانت حفلة راقية، أظن اتذاعت جزء منها أو حاجة، كلها اتذاعت. حفلة على راقية جدا، راقية روحيا يعني. وقدموا في الفقرات فقرتين قبطيتين بس باللغم الموسيقي بقى بتاعهم. الكورالات بتاعتهم جميله قوي. حضرنا حفله، سلموا الجائزه، قلت كلمه، وبعد كده سلموها للرئيس المقدوني اللي مختار السنه دي وزوجته اللي كانت جنبه، وقال كلمه برضه. وعمده موسكو اللي هو الشخص الثالث اللي اختير المره دي، عمده موسكو يبني كنيسه كل 3 ايام. فبنى في السنتين الاخاره 200 كنيسة، طبعا إنجاز غير مسبوق. يعني حاجة، لأن احتياجاتهم للكنائس هناك كتير، أعدادهم حوالي 150 مليون أرثوذكسي هناك. بس ظروفه ما سمحتش إنه يحضر الجايزة، ظروف معينة عنده يعني. لكن شفناها تاني يوم. ده كان احتفال الجائزة، كان احتفال طيب خالص وراقي جدا. وبعد كده يوم الأربع امبارح عملوا احتفالية كبيرة عشان امبارح عندهم تذكار القديس كيريل اللي اتسمى على اسمه البطريرك هناك. فالبطريرك والأسقفة كلهم والشعب الكبير كتير خالص في الكنيسة، وقوف بالساعات الطويلة عمل قداس. حضرنا طبعا، اتفرجنا يعني وشفنا اللي بيحصل. وبعدها بعدها رحنا فين؟ رحنا امبارح عندهم احتفال اسمه احتفال الثقافة السلافية. الاحتفال ده كورال مكون من 1200 شخص. 1200، ما اعتقد ده متذاع، ما تصورش. واعتقد ما تصورش. بس من الحاجات الغريبه فيها ابهات ان هم 1200 شخص، 1200 واقفين على خشبه المسرح، منظر يعني اكثر من رائع. وحضور الاحتفال ده حوالي 70,000 شخص.